حينما تقول مريم الصادق المهدي بأنه تعطى صلاحيات تنفيذية كاملة لحكومة ورئيس وزراء تعينهم القوى الثورية، من هي هذه القوى الثورية؟ ما ده بعد ما بقول لك التفسيرات والسيناريوهات المختلفة. السيناريو الكبير واللافتة الكبيرة اللي وضعت بواسطة السفير السعودي وبواسطة المندوب الأمريكي اللي هو حكومة عامة ومشاركة للجميع من غير إقصاء لأحد، لكن بعد كده يجي يبقى التفاوت والاختلافات بيناتهم. يعني حتى بعضا منهم بيفتكر انه لابد انه يعودوا فقط للشراكه بين 25 بين الاربعه والعسكريين. بعضا منهم يتكلم زي ما تكلمت مريم اللي هو انه حكومه يعني مدنيه بذهاب للعسكر او على الاقل يكون في مجلس دفاع، والله يكون على الاقل حتى مسمى مجلس سياده بصلاحيات محدده واو الى اخره. الاتفاق تم عليه الأخ ويس على حسب ما تابعت من كل التحليلات وبعض المعلومات التي وردت إنه تكون في حكومة عريضة، وهذه الحكومة العريضة الاستثناء الوحيد اللي فيها اللي يكون المؤتمر الوطني، وده حقيقة إلى حد كبير جدا بيشبه الكلام اللي بقوله لك ده بيشبه المطلوبات السعودية، يشبه المطلوبات السعودية، لأن السعودية ما عندها مصلحة في أنه في عودة مثلا قوة معينة، هذه القوة المعينة في لحظة من اللحظات كانت بتعاديها وكانت ضدها، لكنه على الأقل إنه حكومة واسعة والنغم السائد الأصلها ما عدا المؤتمر الوطني، ودي تفاوت فيها حتى بعضا منهم من داخل القوة وإلى الآن، لأنه هم متفقين كل زول عنده وجهة نظر معينة، لكن التوجيه العريض صادر وحيمشي في النهاية التوجيه العريض.